عندي اختيار. صح صح إذا طلاب أصبحت القضية واضحة أعتقد. القضية وما بيها أنه هاي السيل هي الرئيسية بالموضوع. أكو أنالوج تو ديجيتال واضحة. كونفرتر. بالأنالوج تو ديجيتال إشارة الأنالوج هاي تجي منين؟ من أوبن بيز فوتو ترانسستور. هذا الأوبن بيز فوتو ترانسستور هنا أكو ليد ضوئي يضرب على البيز مال الأوبن بيز فوتو ترانسستور. اذا كانت الشده مالته عاليه فالاوتبوت مال كونترول سيجنال تكاد تكون ماكو سيجنال، لكن من يوقف هنا واحد ويسد الضوء عليه راح تكون الاشاره مال الشده مالتها عاليه. احد يقدر يقول لي ليش الشده مالها راح تكون عاليه من الطلاب؟ عفوا منك دكتور بس اقطع كلش. نعم طلاب، احد من الطلاب عنده معلومه ليش انقطع الصوت؟ دكتور بس انقطع الصوت. انقطع ورجع دكتور. انقطع الصوت مالتك. عيد السؤال. عيد السؤال. عيد السؤال دكتور. عيد السؤال. عندك هذا الفوتو ترانسستور، شوف هذا قدامك. هذا الاوبن بيس. هذا الاوبن بيس اذا اجي اوقف اوقف شخص او اخلي حاجز قدامه راح تكون شده الفي اوتبوت الطالعه منها عاليه. في حين اذا العكس، يعني شنو العكس؟ اذا اخلي هاي الفوتو حتكون واطيه راح تكون ماكو. ليش؟ احد يقدر يحل لي اياها؟ دكتور دكتور هنا عندنا نعم علي ابراهيم دكتور هنا عندنا البيس هو نعم دكتور هنا عندنا البيس هو يعمل مثل النظام المتغير فعد عد ما شو اسمه يجي واحد فراح يقطع التيار ما يمر بالبيس فهنا راح يصير اتصال مباشر بينه وبين الفي سي سي فراح يشتغل قصدك هاي وبالتالي يعبر لي فولتيه عاليه بالضبط اي بول اب ريزيستنس لكن هاي الفولتيه ترى لا عبالك دي سي هاي راح تدخل كاي سي فولتج تمام اي نعم دكتور ممتاز علي ابراهيم علي علي زين واذا انزل واذا بقطع تعالي اسف دكتور انا طبعا طلت المحاضره النت كل ساعه يفصل عندي صحيح والله صحيح والله انا برتي انفصل عندي في شير وقف شيرنج وقف اكو شير بس رجع جدار بس رجع اتنويشن يعني هو بس اتنويشن يعني زميلكم علي شي يقول اذا اجى واحد وقف هنا وقطع هذا الاتصال بالفوت بالبيز هذا راح كانما تعبر الفولتيه العاليه اللي هي هاي في سي سي مقاومه وتروح تجي هنا فولتيه صحيح؟ تمام؟ دكتور صوتي اي تمام يعني هنا من تجي انت توقف من يجي تدخل تخلي حاجز لو واحد والعرض من شير ترى الصوت والشير تا يقطع اثنين استاذ ماكو لا شير والصوت هم دايق اكو ديلي هنا اكو شير لو دكتور موجود بس واقف موجود الشير الشير موجود والصوت جيد اذا خلينا نسترسل بالموضوع هاي الفوتو سيل اللي هي عباره عن اوبن بيز يتحسس ضوء من اجي اخلي بلوك قدامه اقطعه العفو يعني مو شرط اقطعه باي شيء اقطع الضوء مسار الضوء راح تتحول الفولتيه منين تجي؟ منها وبالتالي تكون الفولتيه منها شدتها على 5 فولت عادي جيد لكن في حين اذا كانت الفولتيه منها على البيز على هذا البيز فراح تعبر فولتيه جدا اعلى من الفي فولتيه اقل قليله اقل من الفي سي سي وبالتالي تكون الفولتيه جدا قليله قريبه الى الصفر فولتيه قليله جدا قريبه الى الصفر واضح طلاب؟ دكتور يعني كأنه ما في اسمه هنا
يصير اقل من الريزستن اللي 10 فولت، فلهذا بده ياخذ الفولتيه الاقل. يعني اضرب لك مثال، انت عندك تليفونك بدك تستعمله بدك تخابر، من تخليه على اذنك، اكو سنسرات فوق 4 اقصى يسار 1، بس خلي اصبعك عليه الشاشه تطفى مال ترى الشاشه تطفى. ارفع من اصبعك من يمين الشاشه تنفتح. هاي وحده من التطبيقات مال اوبن بيز فوتو ترانزستور. ترجع واضح طلاب؟ فكر يعني مثل ال دي ار. نعم تمام دكتور واضح. فكر يعني مثل ال دي ار. محمد سعد جد تقول عفو؟ محمد يحكي لو اني كيفكم محمد او انت؟ دكتور قلت يعني هو مثل قلت يعني هو مثل ال دي ار اللي يشتغل مثل ال دي ار. نعم شلون يشتغل ال دي ار؟ دكتور ال دي ار ذاك التقنيه غير شكل اعتقد ما يختلف. لا هو تقريبا نفس الشيء يعني هو عباره عن مقاومه ال دي ار عباره عن مقاومه متغيره فمن يجيب ضوء راح يزيد المقاومه وتقل. طلاب انت ليش دوخ نفسك؟ انت ليش دوخ؟ عندك اوبن بيز فوتو ترانزستور لو تروح عليه بالسوق تسال تقول له مريض اوبن بيز يعطوك اياه الاوبن بيز فوتو ترانزستور هو البيز مالته مفتوح يتحسس ضوء مو مربوط بمصدر يعني ما بي بيز. شوف لو تنتبه على هاي الصوره مالته هسه شوف طلابها اي بس ما تعرف كولكتر هذا بيز مفتوح منه ماكو كونكشن شي يتحسس اسهم هاي اسهم سهم يتحسس ضوء مصدر ضوئي البيز مالته يتاثر بالضوء فالديبندنت الضوء اذا كان عليه بلوك يعني اذا كان هنا اكو بلوك يقطع مسار الضوء راح شي يعبر في سي سي تو جراوند تعبر هاي فولتيه منه لا اذا كانت الفولتيه عابره منها فتكون فولتيه جدا ضعيفه تقترب الى الصفر يصير له امبيدنس بالضبط. واضح طلاب؟ واضح طلاب عادي جدا ترى هي اوبن بيز يا اما يقرا او ما يقرا اذا اقطع الضوء عنه يقرا الفولتيه هاي من هالاتجاه فمن قرأ الاتجاه راح يقرأ فولتية عالية هاي الفولتية العالية هي من 0 إلى 5 فولت ممكن أن نتحكم فيها من الأنالوج الأنالوج كأنالوج سيجنال نحولها إلى ديسكريتايزيشن كونتيني العفو سيت من الديسكريت سيجنالز هاي السيجنالز الديسكريت سيجنالز نقدر أن نتحكم بها في قرار هذا القرار شنو هو يا إما نفتح أو نغلق باب مثلا وبنفس الوقت فتح الباب يتم على دي سي موتور هاي 8255 طبعا فتح نفتحه وغلقه يتم ايضا بالاتجاه المعاكس يا بايسنج فورورد بايسنج وباكورد بايسنج يبقى شنو عندك هنا يبقى عندي هنا استعمل ديجيتال تو انالوج كونفرتر شو اسوي بهذا الديجيتال تو انالوج كونفرتر فقط عندي صوت مخزون بالذاكره بكلمه اون وكلمه نعم نعم طلاب استاذ اسوي رايت يعني رايت يعني 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 وكانما ما موجود في الذاكره اعرضه علي ابراهيم علي وياي نعم دكتور علي اشرح لنا شفتها بت على الكيس دكتور هو عندنا مثل الترانزستور هذا يحول لنا العفو اذا اجى شخص مثلا قطع الضوء فهنا عندنا راح تفتح عندنا الجيت وراح المايكروبروسيسور يدز يحول الصوت شلون راح احتقلت اجى شخص وقف هنا قدام الباب انقطع الضوء غير اكو اشاره فولتيه جت نعم هنا دكتور انقطع الضوء جت الاشاره انا لو حولت نعم تحولت الى ديجيتال فاجي اشيك بالضبط حولت اجي اشيك هاي الديجيتال قيمتها بالضبط. صفر لو قيمتها بالضبط. واحد اذا قيمتها صفر بالضبط. ما تعني لي شيء اذا قيمتها واحد تعني لي شيء اتخذ قرار على يمين على الدي سي موتور صحيح هذا الكلام بالضبط 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 فبنفس الوقت اذا جيت اتخذت قرار قريت اشاره من هنا تحولت من الانالوج الى الديجيتال قريتها كانت واحد شو اسوي ادور الموتور بالاتجاه الفورورد وافتح الجيت من انفتح الجيت
عندي رابط اني سبيكر على ديجيتال تونل او كونفرتر بخسونه بالذاكره يا كلمه اون اوبن اون شعرض من انفتح الجيت تقول اون اون زين اذا العمليه بالعكس شو اسوي شعرض يا كلمه ينقل اعرض كلمه اوف واضحه مجرد نبدل البايس مال شو اسمه مال دي سي حتى نعرض عمليه شو اسمه نعرض كلمه اوف هذا مكان واحد صفر تطيش هنا انا صفر واحد بالعكس هاي تقرب منها اشاره تتحول الى ديجيتال تقارنها صفر او واحد اذا واحد تعال للمطار شغله بالاتجاه او اقرب الاتجاه مالته وبنفس الوقت من الشغله بالاتجاه شو تسوي واضحة طلاب هذه الكيس نعم دكتور واضحة اعتقد كلش واضحة ومفيدة جدا بالتطبيقات شوف انا هاي الكنترول اول شيء عندك شنو 55 يعني في اشارة الى هذا الكنترول وورد مال 8255 والبورت اي طيتها البورت مالها 10 يعني 10 12 14 16 انا ايش احتاج هنا بيا بورت بس بورت اي بورت اي لا احتاج بي ولا احتاج زين ايش عندي بعد عندي انالوج تو ديجيتال كونفرتر والانترابت احتاج شو اسمه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هو الانفرتر 20 و22 والديجيتال تو انالوج كونفرتر تحتاج قد 24 تمام تمام دكتور تمام ليش تمام لان ذولا مثل ما قلنا يا طلاب ركزوا ال8 تو دي سي ودي دائما تشتغل على على 16 1 تمام يعني ديكودينج يسوي لها وحده بينما هذا يسوي ديكودينج لمن لل8255 صح تمام اي نعم صح دكتور جيد بعدين بعدين انا ما كاتبها هنا يا رجاء هاي هنا فاتوا اقترحوا الشيب سيلكت هذا واقترح الشيب سيلكت هذا رجاء ماشي وين الاسم هذا الشيب سيلكت يعني اكويجن مال الشيب سيلكت الشيب سيلكت هذا مال العفو مال الاي دي سي ومال الانتربت ومال الديجيتال تو انالوج كونفرتر اقترحوا لي هنا الاكويجن تقدر تجد الاداه مالته هياتن متكيان يعني اه اوكي 02242 ها سهله كلش وذاك 6101 احنا نعرف شلون نسوي انيشلايزيشن اول شيء نسوي انيشلايزيشن ل 8255 ندز على 80 ونهيئ الكنترول وندز عليه سهله هاي الطريقه هاي هياته 8255 هيئته فقط كان يكون بورت اي للاوتبوت بورت بي للاوتبوت فش خلي صفر يعني صفر 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 واحد كل اصبارك زين اروح للانالوج تو ديجيتال كونفرتر هسه وين اروح اول ما اجي بالسوفت وير مالتي رجاء اول ما اجي اول ما نجي نعطي اوتبوت الايلو بالدي اكس مالته ليش حتى نقول له انه يقرا هاي مالته انه الرايت وتشيب سيلكت والانترابت يشتغل فعل الانترابت اقرب للانترابت يابا سوي له تيست جمب بلوت زيرو الاس واحد صحيح اذا لا شو اسوي هسه خلاص اذا خلص الانترابت شنو معناها ارجع عيد مره ثانيه لا يعني خلص تسوي تيست اذا ما كانت قيمته واحد خلاص يكمل اذا اقرا من الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ديفايس فاروح موف ان اقرا شقارن هنا ويا الواحد ليش ويا الواحد حسب القيمة محمد سعد القيمة هي واحد قيمة من الفوتو ترانزستور واحد الفوتو سيل جدي لو تجيني واحد لو تجيني صفر الفوتو سيل يا تجيني واحد يا تجيني صفر صح بعد الكونفرجن ساجد نعم دكتور اي بالضبط جدي واحد نفتح الباب فاذا جدي واحد هو ما ياخذ فيها ما ياخذ من ايش اسمه من فولتين ناصيه هاي الطريقة كلها مثل ما كل شيء ما كأنما كل شيء ما سوينا لحد هنا جينا للانالوج تو ديجيتال كونفرتر دزينا عليه المحتاج ما صفرنا سوينا سيتنج المن
للرايت والشيب سيلكت. جينا هيئنا الانتربت، شفت الانتربت يابا، اقرا الانتربت، سوينا التيست البت الاخير مالته، انت البت الاخير مالتك صار صفر لو بعده؟ اذا ما صار صفر ارجع، صار صفر اطلع. اذا اقرا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، قرا القيمه، من قرا القيمه حولها، يعني حولها، ايش طلعت هاي القيمه؟ صفر واحد. وياي طلاب؟ واحد. اذا واحد يساوي اذا واحد جنب بيكول الى الاس 2، هاي وين الاس 2؟ هاي الاس 2. شو تسوي الاس 2؟ استدعي كلمة اون، اون نفتح الجيت واستدعي اوبن دور. زين استدعي اون اول مرة، بيب اون، وين بيب اون؟ هاي بيب اون. شو راح يصير؟ راح يقول افتح اون بيب اون، هاي بيب اون بروسيجر. بوش اي اكس موف بس اكس ايش قد هنا؟ ايش قد؟ 4090. ليش؟ هو الاسكي مال بالأوفست، الأوفست مال كلمة اون بالضبط. بس ايش قد هذا عدد؟ ليش عدد 4090؟ لان قايل لك هنا ثاني تي، ثاني تي لكلمة اون. اوكي زين، هذا روح الى الموقع، اشر على الاون، ماشي، تحول للبورت هذا، اقرا القيمه وحطها بالاكوميليتر وطلعها وين؟ على الديجيتال تابلت. زيدها، استدعي الديلي واحد من 4096 وارجع لوب الى الوين؟ الى الاس اس. ايش قد هاي العمليه تتكرر؟ 4096 سامبل على مود يطلع كلمة واحدة اسمها شنو؟ اون. اون يعني تخيل 4096 سامبل لكلمة واحدة اسمها اون. هاي هي، طلع كلمة اون، لازم ورا كلمة اون شو يسوي؟ يفتح الباب، يفتح الباب. شو استدعي؟ اوبن دور. هذا الاوبن دور بروسيجر. اخزن الاي اكس على مود ما حير بيهن، على مود ما يصير عنده مشكله، اعطي 1-0، اروح على بورت اي وادس عليه القيمه وانتهى الموضوع. يعني شغل الماطورات او تعديل متبال زين. هنا انا ورا ما فتحت اقول له وين جمب وين؟ قال الاسوان جنب الاسوان اسوان. شوف خاص مثلا الاسوان، الاسوان هنا صح، هاي الاسوان صح لو غلط؟ انا اقول غلط، حسن جلال سيقول غلط. دكتور لازم تشيك الانتربت. تمام، هو على الانتربت هاي، بس مكانها غلط. محمد سعد مكانها شويه بي، احنا المفروض غلط نشيك شو اسمه، نشيك الاباء انقطعت له ولا حتى نقرر نسد المقطع ولا لا. لا لا على كيفك، على كيفك. انا هسه رهيت تشيكت، طلعت اشاره واحد، يعني تحولت الاشاره الضوئيه. آه. اجى شخص وقف قدام الفوتو سيل، سد الضوء، تحولت الاي سي انبوت اللي هي الفي سي سي ومقاومه 10 كيلو، تحولت دخلت للانالوج تو ديجيتال، تحولت الى لوجيك 1. تمام وياي؟ اتوقع لازم نرجع نرجعها شوي ورا، لازم نرجعها خطوه، نرجعها خطوه لان حاليا يعني رجعها هنا. قصدك حسن جلال مو؟ للانتر بالضبط. شوف مو قلت لك حسن جلال راح يقول شو اسمه رجعها؟ يابا رجعوها هنا للاسوان، صحيح؟ هاي الاسوان. ليش؟ لانه دي اكس يحمل الانتربت على البصر، عنده مشكله. لانه كان يستعمل هو هنا شنو؟ كان يستعمل الدي اكس، كان يستعمل الدي اكس بورت مالت من؟ مال الجيت، مال الجيت، مال الجيت. فهي مشكله الاخر ورا ما فر الماطور وشغله مال بورت اي، فهي مشكله. اذا علي ان يحول للانتربت ويكون الاس واحد هي هنا، يقرا يسوي له تيست كمل. اجى ضوء، اكو ضوء ولا ماكو ضوء؟ اذا راح الشخص، طلاب راح الشخص وعبر مو اجى الضوء، اجى الضوء يعني الكون، يعني السيجنال هنا شو راح تكون؟ صفر. اوف يعني ممتاز. اذا صفر اجي هنا الكومبيرنج شو تكون؟ ما راح تكون جمب ايكوال، تروح الى كول بيب اوف، يطلي اوف كلمه اوف هذا بيب اوف بروسيجر. نفس الطريقة يروح وين؟ يحمل 4096 على إيه؟ ويروح وين؟ بالدستنيشن إندكس يحمل على الأوف.
على الديستنيشن اندكس يأشر على كلمة اوف. نفس البروسيجر. نفس البروسيجر بس وين؟ على موقع اوف. هذا على موقع. هذاك على موقع اون، هذا على موقع اوف. موقع اوف. حملهم كلهن. العفو. حملهم كلهن. من يقدر حملهم كلهن. حمل الأولى. عرضها على الدي اكس. زيد الديستنيشن. يستدعي الديلي. ويرجع لوب المن الى الاس اس واحد. هاي العملية جت تتكرر. 4096 مرة على مود يعرض كلمة واحدة فقط هي كلمة اوف. تمام؟ كول بيب اوف. ورا ورا شو يسوي لازم؟ سد الباب. ورا يسد الباب. بس تقول بدل ما يدي 0-1 راح يدي 2-0. حتى شغل الكلمة ورا. هاي كلوز دور شوف وينه؟ اوبن هاي الكلوز دور. شي ديز يدي 0-2 حتى يشغل الثاني يعني مو كان 1-0-0-1 هي 2 ويدز على البورت وينتهي الموضوع غلق الموضوع ورا ما يخلص وين يروح ورا ما يخلص كول بيب هم يتشيك جمب للأس واحد هم غلط للأس واحد هم غلط لازم يرجع للأس واحد لازم وين يكون مكانها للأنترب للأنترب شكرا لحضوركم اني الحقيقه الهاي بوينت اكون قد يعني انهيت الماده باذن الله تعالى اتمنى من الله سبحانه